بننام هون، بعدين اللي بيسمعك بيفكر انه منايمينك مكان ما بيليق فيك. ماني عم بحكي على المكان بالاصل انا. لكن عن شو عم تحكي؟ ولا المهم تعمل موقف السلام؟ ممكن ما تضر لي ظهرك اذا بتريد. ماني عم ضر لك ظهري، بس انا زلمه متعود اني نام على جنبي الشمال. خد عليك لو سمحت. مساء الخير. مساء الخيرات. ممكن تعرف؟